بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد رسول امين. اما بعد، ازيكم يا شباب؟ النهارده ان شاء الله هنتكلم عن الحلقه 64 من حلقات دوره احتراف برنامج اكسس، وهنتكلم فيها عن بعض الادوات اللي احنا ممكن نستخدمهم في حالات معينه، زي اداه اصلاح وضغط قاعده البيانات، وزي الادوات بتاعه التحليل. طيب، نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونفتح قاعده البيانات بتاعتنا تمام كده، ونشوف اول اداه اللي هي اداه اصلاح قاعده البيانات، وازاي انا بستخدمها واستخدمها ليه. لو انا جيت هنا في التبويب اللي هو خاص باداه قاعده البيانات، هتلاحظ ان انا عندي اداه اسمها ضغط قاعده البيانات واصلاحها. دي بتستخدم في ان هي تحسن لك الفعاليه والاداء بتاع قاعده البيانات بتاعتك بعد ما عملتها طبعا. ولو في مثلا سجلات تم حذفها، عاوز تضغط حجم قاعده بيانات، عاوز تخلي قاعده البيانات بتاعتك تشتغل بسرعه، بنلجأ للاداه دي. يبقى نهي في اداه قاعده البيانات واضغط على كلمه ضغط قاعده بيانات واصلاحها مره واحده. هبص تلاقي ان هو فعلا ضغط قاعده البيانات بتاعتك تمام، وبدا يشغلها لك بسرعه شويه. هنخش نكتب مصطفى في المستخدم، وهنكتب NNC 1 2 3 4 5، وهنقول مرفق تمام. هتلاحظ ان في فرق فعلا في السرعه حصل، وهو يعني الفعاليه بتاعه قاعده البيانات بتاعتك افضل من ايه؟ من الاول، لان الحاجات اللي هي مثلا ملهاش لازمه داخل قاعده البيانات تم ازالتها، وتم ضغط قاعده البيانات لاقل حجم ما يكون فيه. وفي نفس الوقت كمان لو يعني في سرعه، هتلاقي في سرعه في قاعده البيانات بتاعتك. طيب، دي اول اداه. تعال نعمل اغلاق النموذج الحالي ونضغط F11 مره ثانيه تمام، وتعال نشوف ادوات التحليل. ادوات التحليل ديت زي توثيق قاعده البيانات وتحليل اداه وتحليل جداول، هي من الادوات اللي انت بتستخدمها برضو في موقف معين. يعني مثلا لو انت عاوز كانك هتكتب تقرير كامل بالكائنات بتاعه قاعده البيانات بتاعتك، بالحقول، بنوعات الحقول، بالجداول، وهكذا، والكلام ده كله، هتلاقي في حاجه اسمها توثيق قاعده البيانات. لو ضغطت عليه زي كده هيطلع لك مربع حوار بيقول لك اختار الكائنات اللي انت عاوز توثقها وانا هعمل لك بيها تقرير. فانا هقول له تحديد الكل مثلا بالنسبه للجداول هنا تمام، واقول له موافق. هتبص تلاقي ان الاكسس عمل لك زي تقرير كده تمام كده، وكتب لك فيه الحاجات اللي هي تخص كل جدول. يعني مثلا جدول التطبيقات، تعال كبر شويه كده، جدول التطبيقات والتقييم هنا بيقول لك ان مثلا في خواص معينه هي مكتوبه، ودي الاعمده اللي جواها، في رقم التقييم والخواص بتاعته، في كود المنتج تمام كده. ولو انا مشيت شويه هيجيلك باقي الحاجات اللي هي خاصه بجدول التعليقات والقيم، التقييم، التعليق العام، وهكذا. يبقى كده هو اعطالك تقريبا زي ما تقول كده توثيق لقاعده البيانات بتاعتك، بحيث ان انت لو حبيت تطبعه وتطلع على الحاجات الموجوده فيه على حسب الكائنات اللي انت حددتها تقدر تعمل كده. هعمل اغلاق المعاينه قبل الطباعه واطلع من عمليه التوثيق، واخش في الاداه الثانيه اللي هي اسمها اداه تحليل الاداء. اداة تحليل الاداء بتعمل نفس القصة، وهي بتعمل اقتراحات. يعني بتقول لك مثلا خلي بالك مثلا الجدول الفلاني ممكن بدل ما تعامل مثلا الحقل اللي فيه دوت على انه مثلا نص، ممكن تعمله على اساس ان هو ايه مثلا ترقيم تلقائي. فهي بتديك اقتراحات وانت ليك الحرية ان انت تقبلها ولا لا. هنضغط على اداة تحليل الاداء زي كده، فبيقول لك اختار الكائنات اللي انت عاوز تعملها تحليل الاداء، وليكن مثلا اختار الكل، تحديد الكل هنا بالنسبة للجداول يعني، واقول له موافق. هبص تلاقي بيقول لك خلي بالك في جدول العملاء انت عامل مثلا هاتف الجوال عباره عن نص مختصر، فانت ممكن تخليه مزدوج تمام. طبعا انا ليا الحق ان انا اقبل التوصيه ديت او ارفضها، وهكذا. جالك في جدول الفواتير مثلا في نوع بيانات مثلا لو كود المنتج دوت عباره عن نص مختصر، انت ممكن تخليه على صحيح طويل برضه، انت ممكن يعني ليك الحق ان انت تاخد بالتوصيه بتاعته ديت او ما تاخدش التوصيه بتاعتك على حسب ما انت عاوز. المهم ان هو في بيديك اقتراحات على هيئه فكره كده، بحيث انت ممكن تاخد بالك منها، ممكن يكون فيها حاجه صح فعلا وانت نسيها في عمليه تحليل الاداء بالنسبه للجداول ديت. طيب، في بعد كده في حاجه اسمها تحليل جدول، وتحليل الجدول ده فعلا انت ممكن تستفيد منه شويه لو انت خاصه فيما يخص موضوع العلاقات. لو انا جيت في تحليل الجداول مثلا زي كده، فبيقول لي خلي بالك شوف الجداول اللي عندك هنا، فانا هحاول ان انا اشوف البيانات اللي هي متكرره، واحاول ان انا اديك امثله ازاي تقسم الجدول دوت والكلام ده كله، وانت حر برضو تقبل التوصيه دي او تقبلهاش. تعال اقول له التالي، فبيقول اختار الجدول اللي انت عاوز تشتغل عليه، وانا هحاول ان انا اعمل لك تحليل الجدول ده واديك توصيه حلوه تشتغل بيها او تشتغلش بيها. هنقول مثلا تعال نشوف جدول مثلا وليكن العملاء، اقول له التالي. طيب،
فبيقول لي مثلا ايه اللي انت عاوز تعمله، تخلي المعالج هو اللي يقرر ولا تقرر انت بنفسك؟ ايه المعالج هو اللي يقرر، لان المعالج هو اللي هيفيدني دلوقتي. هقول له التالي تمام كده، هيبص هو عندي هنا فيلاحظ ان العنوان والمدينه بيتكرروا اكتر من مره، فهو بيقترح عليا ان انا ممكن اقسم الجدول ده بحيث ان انا اعمل معرف فريد كده تمام كده لموضوع العنوان والمدينه، وهو يقسمهم لها هذه جدولين تمام كده. فانا هو بيقترح عليك، هو كده ليك الكلام ده، انت مقابله ولا اذا كنت قابله تقول له تاني، اذا كنت قابله تقول خلاص مش مشكله لحد كده، انا كده مستريح للتصميم بتاعي، مش عاوز اعمل فيه اختلافات لانه ممكن ياثر على بالي. واقول له اوكي. المهم ان هو دوت انت ممكن تعمل الكلام ده يا جماعه يعني في بدايه مرحله التصميم بتاع الجداول، بحيث ان هو يديك اقتراحات قبل ما يكون الجداول دي اتبنى عليها حاجه تانية. فدي نوع من الادوات انت ممكن تستخدمها عشان تشوف العلاقات بتاعتك سليمه ولا لا في قاعده البيانات. بكده نكون خلصنا الحلقه دي بتاعت النهارده ان شاء الله. اذا عجبك الفيديو تعمل كومنت لايك شير لي، واذا عجبك القناه تعمل سبسكرايب ده للقناه. وكل المشاهدين كان معاكم مهندس مصطفى بكره زايد من قناه مصطفى زايد للمحاسب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.